السلام عليكم، انا انس وجينا لكم اليوم فيديو جديد لمراجعة حوادث الدراجات. خليكم معي عشان نتعلم ونستفيد من اخطاء غيرنا، الله يبعد عنا وعنكم الحوادث. اوكي، هذا اول فيديو. واحد ماشي على دراجته ماسك الهاندل بار بايد واحدة. شو اللي صار معاه؟ خلينا نشوف، نرجع لورا. شفت اللي صار معاه؟ اتوقع هذا حيكون درس لانه ما يمسك الهاندل بار بايد واحدة. تفرجوا، دعس على هدول الاشياء، نفس في الشارع مكسر ودعس عليه وشاحت منه الدراجة. طبعا دائما امسكوا الهاندل بار، الستيرنج تبع الدراجة امسكوه بيديكم الاثنين. اوكي، هذا طالع من الدراجة بده يكسر يسار شكله. شاحت منه الدراجة، شفته؟ عرف يمسكها باخر لحظة. هذه اللي احنا بنحكي لكم عليها اللي تتعلموها، اللي هو تلفوا من الوقوف، يعني شوفوا باركينج فاضي او مكان، لو عندكم اقماع مثلا نفس هذا القمع استخدموه عشان يعني مثلا حطوا كذا واحد ويعملوا انكم بدكم تلفوا يوتيرن، او مثلا تلفوا من حالة وقوف او من سرعة بطيئة، وتعلموا على الفريكشنز مع كيف تدعسوا بترول وتشيلوا ايديكم على الكلاتش، تعلموا عليها. لانه هذا اللي صار معاه، اللي صار معاه انه شال ايده على الكلتش مرة واحدة فشاحت منه الدراجة وهو لافف. فلازم تتعلموا متى كيف تشيله وتخفف من الكلتش وتدوسه بترول بنفس الوقت. اوكي، هذا ماشي، طريق مفتوح للتراك. نرجع شوي لورا نشوف. مثل ما انتم شايفين التراك دخل قدام الدراجة. دائما بدكم تعرفوا لو في شارع فاضي في واحد بده يكسر عليه، في واحد بده يجي على هذا الشارع، ومثل ما صار مع تبع التراك، بس الحلو منه انه عرف يتفاداه، راح على اليمين. اوكي، هذا الفيديو، واحد ماشي على دراجته بده يسوي شفتوا اللي صار؟ نرجع شوي لورا. طالعين جروب شكلهم وقرر يروح يسار وصاحبه كمل سيده. والله حادث قوي، انا استغربت انهم ضلهم ماشيين ما وقعوا. بهذه الحالة بس تطلع جروب، لازم تكونوا ورا بعض وتكونوا مركبين الكاردو عشان تحكوا مع بعض انه انا بدي اروح يسار، انت وين رايح؟ اوكي يلا سلام مروح. فالكاردو الجهاز اللي بتحطوه عشان تحكوا مع بعض هذا كثير مفيد. الله الستر بصراحة، اتوقع تكسروا دراجاتهم بس ما حدا وقع. اوكي، هذا ماشي طريق، نشوف شو اللي حيصير. شوفوا الحين شو اللي حيصير، اتوقع حان هي، بس مثل ما قلت لكم الزيت اللي مشي عليه ما في اي شيء ممكن تعمله في هذه الحاله. في هذه الحاله بس تمشي على الزيت نفس هيك، بدك تكون انت ماخذ احتياطك من قبل، انك تكون لابس الفول جير، تكون لابس البدله، الجينز اللي عليه نفس اشياء الحمايه، الجاكيت، الهلمت، لانه انت واقع ما في هذه، ما في انك انت تتفاداها. الزيت هذا اللي على الارض هذا يعني ما في انك تتفادى، حتوقع بالعاده. انت بس تمشي، كيف ممكن تتفاداه؟ انك تشوفه من قبل، تعتبره كانه شغله لازم انت ما تمشي عليها. ناس مثلا تشوف سياره قدامك ما حتدعمها فحتبعد عنها، نفس الشيء بس تشوف الزيت لازم تبعد عنه، بس تشوف ايش هيك لون مختلف لازم تبعد عنه. وقع مسكين، شوفه تكسر كله على كل جنب وقع. هاي ربع وراه. اوكي، نشوف هذا شو اللي حيصير. هذا نفس اللي صار قبل شوي مع اللي طلع من الاشاره يسار، شال ايده كامله على الكلتش وداس بترول مره واحده شاحت منه الدراجه ووقعت. فبهذه الحاله انت لو شفت واحد صار معاه هذا الموقف، هذا الموقف نفس اللي انتم شايفينه، اول شيء بتسويه بتصف في مكان امن قبل ما تروح تساعده. مثل ما انتم شايفين هذا راكب على سيكل كهرباء شكله اي بايك، صفه في مكان امن وراح يساعد يشيل الدراجة. حرام دراجته شكلها جديدة وحلوة بس وقعت. ممكن يكون مركب الحماية اللي على الجنب، هذه كثير مفيدة، لو وقعت الدراجة بتحميه وبتحمي الماكينة اهم شيء. اوكي، هذا ماشي على خط شكله رايح جاي، باص جاي من الناحية الثانية ولا سيارة؟ سيارة وراها باص. اوكي، الباص قرر يكسر يمين، شو بتسوي يا راعي الباص؟ شو بتسوي يا راعي الباص؟ الله ستر، حلو اللي سواه انه ما ارتبك وراح اخذ يمين وكمل طريقه. شفتوا السيارة كيف كسرت؟ نرجع لورا نشوف. شوفوا
شفتوا كيف طلعت السيارة؟ بهذه الحالة أنا شو بنصحكم؟ دائما خليكم في النص، بس تكونوا في النص، تطلع من النص للنص، يعني أنت بس تلف، أنت بتدخل في اللفة بالنص بتطلع بالنص، في بيكونوا على اليمين وبطلع على النص. شو الفائدة أنك تكون بالنص أنت؟ لو صار معك نفس هذا الموقف سهل جدا أنك تكسر على اليمين. أوكي، لو قررنا أنه هذا الشارع ثلاث سايدات مثلا، يسار نص يمين، انت لو كنت على اليسار وهذا دخل عليك حتاخذ لفه كبيره قبل ما تروح على اليمين، بدك لسه تعدي من النص لليمين. فانت اذا كنت باليمين وشفت يجي عليك على طول بتروح انت، لو كنت في النص وشفت يجي عليك على طول انت بتروح على اليمين، فاسهل الموضوع. فهذا احسن شيء، بس تكونوا ماشيين في طريق زي هيك رايح جاي، خصوصا لفات خليكم في النص عشان تعرف تتفادوه. حلو انه عرف يتفادى والله ستر يعني. اوكي، هدول ماشيين جروب مع بعض. التراك اتوقع هذا الفيديو شفناه قبل مع بعض احنا، التراك اللي نزل الزلمه الكبير وقاعد يصورهم، اخذ لهم كم من صوره، حتى يومها قلت انا يبعث لهم الصور، والله كتر خيره يعني. تقيل دم يعني، انا بس شفته تخليني نقدم لانه شفناه هذا مع بعض الفيديو. هي نزل لابو دم تقيل هيك، بتعرف انه هو بده يروح يبلغ عليهم، بس الشرطه ما حتعمل اي شيء يعني. هم قاعدين يتناقشوا معاه ما بعرف ليش. خلاص مش ححضر، انا دمه تقيل. هذا شو اللي جا من الناحية الثانية؟ اوكي نروح للبعده. اوكي هذا ماشي، سيارات طالعة قدامه. هذا بدك تسرع بهذه الحالة، بس يصير معكم هذا الموقف اسرع، امشي. ساعات السرعة يعني مفيدة وأحسن حتى أنك متوقف، وهذا الموقف بحكي لك إياه. بس تشوفهم جايين مرتبك، هو أطلع ولا استنى، سامع صوت زمور من وراه، خلاص أنت دوس شوي بتطلع عنه. يعني أي سيارة حتى لو 300 سي سي ودوست شوي حتطلع عنه. أوكي هذا قاعد يلف يوتير، نشوف. شفت اللي صار؟ كويس انه عرف يتفاداه يعني. اوكي طلع عليها، بس عرف انه ما يوقع يعني. هذا اللي انا بحكي عليه دائما، وانا ليومكم هذا بتعلم على اني كيف الف من الوقوف. هذه الشغله لازم تتعلموها، راح لقدام اسوي كذا فيديو استخدم هدول الاقماع واصور لكم اياه، وان شاء الله بنتعلم مع بعض كيف نلف من حاله الوقوف، لانها لها استراتيجيه معينه كيف تقعد وين تقوم تتطلع. وهذا نفس الشيء سوى، لف من حاله الوقوف طلع فوق شغله مثل ما انتم شايفين، فعرف يتفاداها الحمد لله. بس تطلع فوق شغلات زي هيك بدك تكون ماشي سيده يعني دغري، ما بدك تكون على لفه وانت طالع عليها، لان حتشوح الدراجه وتوقع. اوكي هذول ماشيين زحمه، بده يطلع بين السيارات شكله. اول سياره، اول تراك كسر. بس تشوف هيك زحمه، الاحسن تضلك ورا، تضلك مع الزحمه، لانه انت لو بدك تعدي بين السيارات يعني ما حيشوفوك. شوف كم من سياره، في كم نقطه عمياء. هاي الثاني كسر قدامه وقاعد هو يسمعهم صوت ماكينة الدراج يعني. شوف خلينا نشوف، مر من عند البيك اب هذا، احسن ضلك وراهم. اوكي هذا الصف ما توقف في نص الشارع بالهذا دعم، بس توقف في اشارة ولا في مكان. اول شي بدك تسويه تطلع وراك في المراية. ليش؟ ممكن سيارة تيجي تشوف الاشارة خضراء تكمل مشي، تفكرك انت انك انت ماشي فتدعمك دعمة خفيفة زي هيك وقعته. بده يكون لابس جير عشان يحتمي منها. في هذه الحالة أنا شو بحب أسوي؟ بس أمر أجي على إشارة زي هيك، بحب أوقف هان أو تقريبا على اليسار، بحيث إنه هو لو إجي لو بده يدعمني عنده مسافة كبيرة يتفاداني فيها. فهمتوا علي؟ لو في سيارتين واقفين ممكن أجي وأوقف بينهم، لأنهم واقفين الاثنين على الإشارة. أول ما تفتح الإشارة بتعطيها شوي للدراجة بتطير يعني، بتروح مسافة منيحة تبعد عنهم. فإذا صار حادث بصير في السيارات اللي وراك، فانت بتكون محمي. هذا اللي صار معاه، وقف خففها، فكر الاشاره حمراء، اجى دعمه من ورا، دعمه منيح. هاي على فكره على سرعه خفيفه دعمه، بس برضه وقع منها. دائما بدك تطلع ورا، خصوصا بس توقف على اشاره، وفي اي مكان بدك تطلع وراك واحد جاي على موبايل وشي ممكن يدعمك. ممكن السياره كسرت قدامه، انت اوريدي قاعد تكسر يسار، كمل كسر، روح كمل كسر، لا مش بيج ديل هي يعني. اوكي هذا قرر يكسر يمين، دخلوا بنفس الاتجاه. شفته انت بتقدر كنت تخفف، انت شفته هون في هذه الناحية، انت شفته صح؟ عندك هذه المسافة، هذه بتقدر انت تمسك فيها بريك بالراحة، انت مش جاي بسرعة. فهمت علي؟ انت بدك تقاتل اللي في السيارة، ممكن تدوس وتضلك طالع عنه يعني، ما بدها كل هذا الشيء. انا شفته بصراحة يعني مش خطير الفيديو. اوكي كسرت عليه السيارة ما شافته،
جاكور ما شافته غريبة. اوكي هذا الفيديو طلع قدام، شو هذا السنجاب ولا شو؟ اتوقع السنجاب طلع قدام، شايفين؟ هاي الاشياء الصغيرة ممكن تدعس عليها وتكمل طريقك، يعني حتتوسخ وحتقرف عيشتك، ما اختلفنا، بس ممكن تدعس عليهم ما بصير لك شيء. بس يعني لو شفت غزال ولا حيوان كبير دعمته، لا هذا خطير الموضوع. اوكي نشوف هذا التراك قاعد يصور من الدراجات اللي قدامه ولا شو؟ كم شفت دراجتين؟ دراجتين ها. نشوف الحين شو اللي بده يصير. اوكي الدراجة كسرت على التراك مرة ثانية. اوكي مطلع رجله لبرا، هاي الهار اللي قاعدتهم مختلفة، شكل بده يقاتل راعي البيك اب، شكل قاعد يشاور له او شي. نشوف شو اللي حيصير. هذا مجنون جد جد مجنون، حط راسه في راس بيك اب. شوف بده يحلو بريك قاعد، يعني لو 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 لمسه راح فيها في هاي واي، ممكن يوقع سيارة تدعمه. شو اللي قاعد يسويه؟ والله كويس انه هذا روح طويلة اللي في التراك. شوف 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 وراح. لو واحد ثاني، لو عقله واحد عقله في رجله، كان ممكن يدعموا عليها. لا تحطه انت في الشارع راكب دراجة، انت اقل من اقل سيارة، يعني لو اصغر سيارة تدعمك انت رحت فيها. اوكي نشوف هدول بدي اشوفه مرة تانية. اوكي هذا دخل محطة وقع، شكله دعس على شي البلاستيك اللي بيكون محطوطة والاقماع. بدكم تفوتوا بسرعة بطيئة وتشوفوا شو اللي قدامكم. اوكي نشوف هذا، هذي فيراري ولا ستينغري؟ اتوقع ستينغري هذي الكورفيت. اوكي قرر. انت شفت اللي صار؟ هذا على السيارات ما له خص مراجعة الدراجات في الموضوع. اوكي الاشارة حمراء، اوكي الاشارة حمراء، خليني ابعد. شايفين دورية الشرطة هان؟ يجي يقطع الاشارة ويروح، شاف دورية الشرطة عطاها يمين سراعي، هذا اسم اليمين السراعي، وراح. لانه في شوارع امريكا اذا الاشارة حمراء وانت كنت على هذا السيد بتقدر تكسر يمين، بتوقف تطلع ما في حدا تكسر يمين. فهو شاف دورية الشرطة قال خلاص انا بدي اروح يمين، غيرت وين رايح. شوف مثل هاي السيارة راحت يمين عادي، الاشارة حمراء، بس هو كان السدل في النص. اوكي هاي دراجة ماشية، نشوف شو اللي حيصير. خطأ جدا واضح، يعني واضح وضوح الشمس. بنرجع ونشوف، شوف الزاوية هذه، هذه الزاوية الميتة، هذه الزاوية اللي ما حدا بيشوفها. لازم تكون مركب المراية تاعت التركات الكبيرة عشان تشوفها، غير هيك ما حتشوف هاي الجهة الا لو سيارتك عاد فيها هذا الضوء تبع الزاوية الميتة، ساعتها بتحس انه في عن جد حدا جنبك، تتطلع ممكن تلف راسك تتطلع. كسرت عليه السيارة، اتوقع الحين شافه بعد ما كسر عليه. اوكي هذا ماشي، السيارة الاولى سمارت، هذه سمارت مش قصة، كسرت من زي الدراجة نفس الحجم. شوف مصغرها صغيرة، طلع كيف بدي يتقاتل معاه. يا اخي بركب سيارات صغيرة بقلل من قيمته حتى لو كانت سمارت. انا ما بقتنع في السيارات الصغيرة الا لو كانت لامبرجيني فيراري، هدول الاشياء الحلوة، حتى دول بطلوا صغار طوال يعني. اوكي هذا ماشي بين السيارات، انا ما شفته منيح، نشوف من هان. اجي دايجو راح يمين. بدك تمشي بين السيارات بدك تستحمل، في اماكن ممنوع تمشي بين السيارات. اوكي هذا ماشي، شوف الشارع ما اضيق، السيارة ماشية في النص، هاي الرينو القبيحة ماشية في النص. تم تقيل راعي الرينو، ليش هيك بيسوي؟ وهذا مسرع كمان. اوكي هذا بلف دوار كبير، مليون سيارة داخلين في بعض. نشوف شو اللي حيصير، نرجع لورا نشوف. هو لازم ياخذ يسار راح يمين، صح السيارة غلطانة. كويس انه شافها وبطأ، هذا حل مناسب. شوفها وبطأ، هي السيارة وقف وقف يعني، خلاص قرر يوقف هو. كويس انه شافها وبطأ، دائما يعني اعتبروا اللي قدامكم ما بيعرف يسوقه.
اوكي هذا على نزله، نزله كثير خطيره لان الدراجه بتكون في تسارع وصعب البريك فيها. اوكي ملزق في السياره لانه كسرت عليه، سيبه في حاله وامشي ركز في الشارع لانه ممكن يطلع لك مشكله ثانيه في الشارع. اوكي هاي السياره طلعت قدام الدراجه، بدك يا تطلع بسرعه من هان وتمشي، يا بدك تطلع بسرعه من، خليني اورجيك من وين، من هان، من ها من اليسار وتدوس تعطيها بترول تروح، او انك تبطئ على حسب. وهو اللي سواه صح يعني، بس شاف السياره، بس شاف السياره كسر يسار واسرع شوي ممكن. خلينا نشوف الحين بس يروح سلو موشن. لا هو ما اسرع، بس ممكن كان يسرع وكان يتفاداها. هو كان كثير خطر بس عرف يتصرف هو. اوكي ماشي هذا رايح على الاشاره. اوكي هاي اللي بروح يسار، السيل بروح يسار، هذا دخل في السيل. هذا شو بيعلمكم، هذا شو بيعلمكم منها، بس تيجوا عند هذه الاماكن اللي فيها نقاط التقاء بين السيارات مع بعض، حاولوا ما توقفوا على اخر شيخ، يعني وقفوا هان وقف، بس يعني انتم ما توقف، لان اللي صار هان السيارة هذه دخلت شوي على طريقه، ولو كانت سيارة هذه لاندعمت، لو كانت سيارة، بس لو عشان الدراجة كان في مساحة. وهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. اكتبوا لي شو رايكم في الكومنتس، لا تنسوا تسووا سبسكرايب لقناتي، شكرا كثير انكم ضليتكم للاخر، وان شاء الله راح اكمل تنزيل فيديوهات لمراجعة حوادث الدراجات واشياء ثانية. سلام.